وراح أبديكم في حلقة جديدة وفريدة في حلقة بلانت كوستر تو إلكت بلوك. أخ لا اسمون بروفيت ليش بلوك؟ وانا عندي ميكانيكس حق شو هي تحطي لعبة كرت تحطي لعبة هني هاي حلوة هاي 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 شكلها الصراحة عندي مال قراصنة هني تضبط من الاخر تحتها موي ارفعها حبة لحظة شوفوا هني المخرج بيكون ورا الدكاكين هني فما بحطي لهم مخرج هني دكاكين هني حط له مخرج هني الحين خلنا نلف وندور شوي مكانه هذا بيكون مزحوم هاي على مدخل الحديقة يعني مفروض انه يكون مزحوم مفروض انه يكون مزحوم الصراحة ارم افتحها بدون تست انا ما قاعد اسوي تست على اي شيء فقط قاعد افتح خيب ليش هالكثر غالي تعال تعال وليش نحتاج مطاعم انا بخبركم لانه من كثر ما يضربون خط هني فوق ينزلون هالدرب كله صراحه بينزلون يعانين الصراحه انا متاكد زين ما في ما اقدر احط اختصار هني ها 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 زين ما يستوي مره موصله للاسف ولا كان بيكون جميل المهم فتحنا هذا خلينا نشوف عيوننا ناس فتحناه شوف السيناري حوله اوريدي جاهز هذا شبه جاهز يعني ما له داعي اسوي سيناري عنده 32% السيناري يفرق ايش كثر انا اخبركم الحين السيناري هنا شو يسوي The factor contributes the right prestige a queue you look more their valued guest يعني كل ما يكون كل ما يكون منظر احلى وقت انتظار حوله شيء مثلا هذا 100% تشوف الزحمه عليه هذا بعد لو عدل المناظر حوله بيستوي شيء يعني غالي الصراحه مو بيستوي شيء عادي ها كيف اسوي له تريجر انزين تريجر سيكونس شغلانه ما بسويها فالحين لما نحن نحط اللعبه اللعبه بحد ذاتها يمكن انا ما تكفي نحط لهم هذا هني ونحط لهم ليت في نفس الوقت هني فلهالسبب واحده من الاسباب المهمه ان نحن نهتم في المناظر حولهم كميه الناس اللي تدخل اللعبه يعني كميه الناس اللي تدخل اللعبه تفرق وايد يعني هم اخر شيء هم مصدر الدخل هم هالناس هيل هم مصدر الدخل فالواحد لازم ينتبه عليهم هزي احطيه هني ونحطيه هني وسط هالثنين اعرف انكم طفصين بحطيه لكم هني ولا اقول لا على المخرج ويطلعون بيوصخون الدنيا كل ما دشوا لعبة وطلعوا عقوا صاخ ودنيا وهذا ليش ليش عيب عليكم يعني شوف ايش كثر زبالة لسه حطي اكثر عن وادم عندي وبعد بعد حطي واحد والله شكله حلو الدرام الصراحة يطلع مهني والمخرج حصة كان حاطينه هناك بحافظ على الثيم هي دائما الحديقة هم على بغطي شوي أيوة هذا شوي لورا بيطلع شيء مرتب من الخاطر شوفوا مخرج جميل جميل المخرج جميل المخرج صراحة بس أنا هني سيناريو مالي كم 65% أبغى أزيد شيء بس أبغى أزيد شيء يكون في شوي رعب لا مش رعب
يبالي يعني شي جميل يعني الصراحة يعني ف داونتاون بيلدينج انا ما باير صراحة يعني. فيري تاور، حد بيجيك الفيري تاور ما يتوصل في الشارع، هذا عبارة عن مشهد. تخيل فيري تاور عالق هني، هم فيري مخلوقات خرافية يعني يقدرون يعيشون في المكان عادي صح؟ مرهم ترى ترين نعدله شوية، بالعكس سوري، مرهم نعدله شوية مرة في شارع عليه بعد بس ينتهي يدعمه. لكن شوفوا هني سيد السيناريو مفروض انه يكون زاد، بس ما زاد اشوفه مفروض، لكن الواقع شيء واللي يحصل شيء، يحبون يلعوزونه يعني. وين الكاستم مالنا ريسنت؟ يباله كرسي هني، يباله الصراحة كرسي من الخاطر، يباله شويخ نقولهم خلكم نظاف. كنت ابغى ينبه بس ما يستوي، خلاص في واحد قريب منه، في واحد قريب يمشي اموره. هذا الانكر الصراحة شيء عجيب، شوفوهم تحت كيف مستانسين. يو زين، ها بيسكر على اللي فوق ترى. ايوه مش بيت عادة، سوي هني شير. وايد ثيم قرصنة في اللعبة ترى على فكرة يعني. سيناري على كيف قام يستوي المكان، والله حلو الصراحة. في زحمة قامت تستوي عليه، 55 بعدنا 65 مو قاعد يزيد على فكرة أبدا، ممتنحة وياهم. ما في شي صغيرون، ما في كله من العيار. هذا وش كبر بيكون هني؟ بتحطي شي يا ابو خلي ولا تعطيهم هني مجال حق هذا؟ لا ما يستاهل. هذا بيكون فنان، مكان حلو الصراحة. ولازم يكون جنبه شو؟ خدمات طبعا، تعودنا الخدمات نحن دائما نحطي مكان، نحطي شيء نحطي خدمات خلاص يعني. مش ان تروح انتو تدشون في بعض، بما انك مسوي من كيك فلازم تدشون في بعض. ابا نرسري هناك عندي، هني عندي بعد انفورميشن ديسك بحطي، ليش هذا قسم جديد من الحديقة، يمكن حد بيشتري شيء يسوي شيء يرتب شيء. وابا نيرسري بعد، الناس نمشي على ثيم هني، اتس فيري هابي ثيم. هو حلو اني انا اوصله هذا، بس يبالي شوي وقت لين اشتغل ترى. وعندكم نبا المطعم، مطعم مطعم ما ببرجر، كل شيء الا البرجر. ساين في ما ادري شو، خلينا نشوف هذا بنحطيه. ده هذا ايوه، هاي شكله شغل عباقرة بيخترعون. ليش كل مطعم احط سيدة؟ خلنا اسويه بالطريقة هاي. انزين وين السيناري صديقنا؟ عندنا ساينتفك فونتن موجود، ناس تي تطلب اكل. انزين ركزوا معاي، نحط الشارع بايفون، تطلع من الشارع
تطلب من الأكل، تلف حوله منو حول الدوار، بيكون في اتصور بحطي مطعم ثاني هني، بس حلو حق الثيم. زين نطلع من الساينتفك هذا، نسير على الكاستم اللايتس، ايداد متطورات ليتات، مكان ساينتفك يعني ما يتحمل مزاح، وكاميرا على مدخل المكان، وكاميرا على المخرج. انزين طلعنا هاي، لازم نرد للأكل مرة ثانية. فود نبا شي، ما في شي فعلا عصري ترى مع الحين اذا بحط شي حق، ايوة هذا الجيد احسن من غيره بوايد، اللي يبغى حاطين لهم كراسي الحين يشربون، بعد حاطين لهم كل شيء. فرست ايد هناك موجود، ما نبا نبا الله يعزكم حمامات. عادة مش بايرت، عادة مش بايرت لا ولا كلام، هذا يمكن يكون افضل شيء. بس وين المدخل ماله هذا يا اصدقائي؟ ما تشوف له مدخل انا، هذا المدخل اشوف. لحظة هي نفس ما توقعت، هذا حلو حطيه على زاوية مدخل، بس يبغاله باث للداخل، تدخلون داخل. يبالنا في السيناري نفسه نبنا قاعد حطي هستري، ايش هستري يا جماعة؟ شو الهستري؟ اوف عند المطعم نحطي اكل زبايل، بس اللحظة لا اوكي هاي الاوكي ما في مشاكل، قلت يمكن ما تركب اشكالهم بس لا تركب. حطي ليتات من العصر الحديث، سيد عليهم سبوت لايت هاي، ما بتفاهم وياهم، ما في تفاهم. طبعا هني بما ان سوينا مكان، يبغالنا واحد ينظف، يبغالنا واحد سكيورتي زبالة، يبغالنا واحد ميكانيك، ويبغالنا على المدخل نعقلهم هاي قرصانة، ونعقلهم القرصان. يا الزحمة اللي على اللعبة هاي، طر الزحمة اللي عليها وايد، مع ان السيناري 55% ترى هني زحمة، بس عندهم خدمات بعد، ترى لازم خدمات تدخل فلوس. نبغى نشوف ستاف مانجمنت. هذا ليش سكر؟ اوبن نبغى اوبن. هلا نشوف الستاف ليش زعلانين. لحظة شو ال كستمر، نبغى ستاف اول ستاف، ليش زعلانين؟ ها بنرقيك بنرقيك، بنزيد راتبك بنزيد راتبك، برقيك بزيد راتبك، برقيك بعد ما يبك. انت وايد زيد راتبك خقاق، برقيك وزيد الراتب، برقيك وزيد الراتب، رقيك نزيد الراتب، وبرقيك انت وبزيد الراتب، وانت بعدك. انزين مو مشكلة، عندنا ستاف زيادة، عندنا سوالف، بس نحن سايرين في الماينس، سايرين كشكل، سايرين كثيم،
سيرين كذا سيناري في كان من ساعة شفت شيء وين صار واحد ما بيش أيوة بلو برنت سفينة وين راحت كان في سفينة جميلة الصراحة هاي هذه السفينة حلوة صراحة وايد حلوة هذه أنا أبى أعقها وين هني بس قبل أعقها هني شو بسوي بنيب هي هي استوت ما حسبت حسابي اني بطلع هذا برا مو مشكلة بنسوي بحيرة خلنا ننزلها زيادة لحظة بحيرة هني ناس تي تطالع حبيبي انت وانتبه سوي بحيرة هني حلو سوي حولها ممر وكراسي بعد أساس الناس تجلس تستانس بس كم بسوي بس لا مو بشي كام موتر غامق مو بمي مو حتى أزرق وين صار سيناري صديقي نعقه هذا هني بكبر الحفرة هناك ما علي اشوفه هي حطي هذا هني كبر الحفرة حق يعني الصراحة يعني شيء مرتب شوي وانت ما يصيدك طالع من الارض لو سمحت لا تفضحنا خلي الناس يتحسبون صدق شوف الطريقة هاي هاي سفينة جيش ها مو بسفينة قراصنة شوفوا ما تشوف علامة قراصنة عليها لو تشوف ايوه شكلهم مال جيش حلو خلنا نسوي له سموث اوت مع الجوانب برتب اوضاعه هذا بنسوي له ممر خشب روحه صغيرون باث بنصغره لحظة هذا صار شي هذا شوف هي ممكن شكرا شكرا انك رحت فوق مرة ثانية لا حلو اوكي انا اسوي ستة نبعد شوي الناس بتطمش هني طماشة على هواكم خلنا نشيل هذا بس ما ابا هني ابا ايوه الناس تروح ترد كنا دوار كانوا استعملنا وينهم الشرطة اللي استعملناهم هذي هم خلنا نشوف عيون هني يحاربون شوي على اساس انهم يحاربون الوحش يعني على اساس زين لو حطيت شوية داخل لا اوريدي في داخل يحاربون هذا قرصان هذا قرصان لحظة هذا قرصان بايرت لا بايرت هاي اوكي الشرطة يحاربون القرصان مو مشكلة اروح اشيلهم لكن بي نايس الصراحة الكيبت لا الكيبت الصراحة ستيتس ما نبغى ستيتس كان في شيء يابانا اليوم هني
شفته طايح تحت من القراصنة هذا، مبط السفينة وقاعد يشل الذهب والهذا ويبقى يشرد. لا يعني حاجة مرتبة أوي يعني، أوي 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 زي الفلي والله. هلا نسير على الكاستم، نسير على البوشز، بيتش بوشز، أيوة هذي لهم. هذي البوشز لازم لازم لازم، يبالنا شوي شغلات نفس هاي هني، ما يستوي حصى جديدة يعني، لازم يكون عليها حشيش شي، عرفتوا؟ ما يصير هالكلام يعني، والله عليها صوت صراحة تخوف. والنيب هذا مال البحر، هذا حق بحر هي، بس شوي واقعي البحر، بحر نظيف ما يستوي. صدق كيف بحر نظيف؟ وضع صعب، بحر نظيف يوه، اقنعوني كيف. ايوه هيل سفينة مطحلبة، لا مش سفينة مطحلبة، كيف سايرين فيها ولا؟ بس اكيد تكون سفينة انه ما قراصنة كشرة يعني، لازم بالعكس. لا مش اوكي، هاي السوالف تطلع على البحر بعض الاوقات. طبعا هاي المو بيهجمون سيدة، احنا عارفين شغلتهم، ما يهجمون دايركت، لازم ورا حصى ورا هذا ورا ذاك. وين كان الحصى؟ انا قبل شوي شوت ترى هني، كان هني غايته هذا بعد، طايح الانكر مالهم في هاي، عالق الانكر خلاص ما يقدرون يطلعون. اوه لا نستطيع ان نخرج من شو اسمه، ما يقولكم انتو شرطة دايما لازم حصاء في الامان تضربون دي، بزيد الحصة ماركم التريو. بزيد بزيد عقب شوي، نزيد الحصى خفيف خفيف، ايوه الحين دورك انت. شوفوا هذا الصراحة حاجة من الآخر، هاي يسمونه ترتيب. وين بيشرد انت الحين؟ تشرد جايف ويا هالايل، حسب لازم يكون مفتوح شوي. يوه شوفوا محلاه، شوفوا محلاه، بس يبالي ناس التيتيلس تحطي لك دكانين هني بس يطمشون.
اوكي شارع جديد مدير جديد. الحين يبغانا كرسيين، مش كرسيين، شوي اكثر. يبغانا كرسي هني، كرسي، حط الدكاكين ورا الكراسي، يطمشوا هني على المنظر. ورا خلاص بيمرون ورا، ما تبغى تشوف مناظر خلابة. حاطين لهم زبايد لأن العالم قاعد توسخ. ونبقى المحلات الحين، شوبس اند فاسيليتيز، بقى محلين بس. هني محلات قراصنة، هي بايرت فرست ايد، بيكون حلو هني. هني هذا الشرطة مالهم والإسعاف مال بايرت ينقذونهم. نبقى مطعم للبايرتس. ايوه هذا الشارع ماله، مطعم بايرت جامد هذا. بس كيف الشرطة يهجموا عليهم في نص المطعم؟ سؤال جميل صح؟ هني شوي ستيو وهقة ترى. هذا المحل وهقوني في المحل هذا ترى، كان هذا المحل جميل. بس شو يباله مال خراسنة؟ والله تشوف محل متوهق هنا غير الشرطة اللي برا مساكين. نحط لهم ليتات هني أساس الناس تي في الليل. كل شيء أوبن خلص. ها مجمع كومبلكس كامل، بس جميل والله جميل جميل من الخاطر. طبعا لازم يكون عندهم سامان، هاي مطعم ما عندهم سامان ما يستوي. هذا مكان تخزين منه المطعم هذا، وراه لازم يكون عندهم خراسنة. خراسنة اي شيء جديد عندهم، بلشناها من الحين، بلشناها من بلشة اظني. قالوا منو هاي؟ منو قال لهم الكلام هذا؟ منو قال لهم الكلام؟ الكلام مو بزين. عاد هني بنحط لعبة تريو، هني بالذات بحط لعبة الحين. بتكون على الممر الحلو هذا. بس بعد الشير شوي. نبغى الشير. هاي المباهم لا. نبغى الشير هاي. خراسنة دائما بيكون مكانهم في شيار، في زحمة أشياء يتخبون وراها، تعرفون يعني لازم يتخبون ورا شيء. وين بيشردون؟ يبون غابة. فإذا سووا شردوا الغابة يعني بيكون أمورهم في اللبن. هذه الغابة مال الخراسنة. ايه كل شيء بعق شير فوق. هذا نزله تشوفوا هني، منطقة ترى جميلة من الاخرة، بس ما ظن نهاية تأثر انه بعيد لانه ما في حوله دايركت. هذا مسكر من هالصوب وهذا بس فوق عالق. بس اللعبة اللي بتكون مثلا هني ورام حطي، لا سيد عليهم خلاص. اللي بنحطيها بتكون هني، بس يبغى لنا لعبة شوي جامدة كلها قراصنة وهذا اللعبة هاي مثلا. حس مكانها يناسب وبشدة. يمكن احط لعبتين
مش لعبة. اشوف هاي، لا مش مكانه. لا 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 لا، لعبتنا وين صارت؟ هاي لعبتنا. بليس ان انترانس هني، بليس ان اكزيت هني، باث هني، هذا بيكون خشب، هذا بحكم انه كيو ما بيكون خشب، بس خلنا نغير لونه شوي. ايوه ده الوضع مية مية، هذا كيو حلو وايد وايد. اوكي الكيو فنان، بس يبالهم هني زباين. لا ادري بهم، وصخ على طول، وصخ نحطي لهم هني بعد كرسي. مكان حلو حق يطمشون على الخرسانة ويلعبون ويطالعون السينري. سينري اوريدي 46%. شوفوا هاي الحديقة للحين صغيرة ترى، بس بحط أكثر من لعبة هني. صبر بحط لعبة ثانية هني على الدوار هذا. المشكلة أخاف الشارع يتزاحم جدا، يتزاحم يعني. إذا جبت هذا ويبنا وراهم يمشي الحال، لا خلنا نحط لعبة هني. بنحط لعبة ثانية هني، وبعدين بنسوي حولهم مشاهد ثانية وراهم. حطينا السفينة الحين مال الخرسانة، ما تعبت انه بيتي بتلعب بتسوي، بس ابو شي جامد. تعبت شغلاتي خفيفة، انا ما اعرف انه بيكون خايف اكثر هم ولا تونيبهم عند القراص. دخلهم حمل القراصنة شوي. شوف وين بيروح، شوف يخطفون فوقهم. خلي يسوي تست، خلي يسوي تست. احنا بنحط انترانس مالنا بليس اكزيت هني مكان، يعني الصراحة انا اشوفه من الاخر، انا اشوفه من الاخر. شو حطيت انا؟ لحظة هذا كيو خلاص، هذا دام هني عند الخرسانة. حتى الطابور لازم يلتزم بالثيم. لا نسوي هناك، حلو اوبن، مسك تستات اوبن خلاص بطل. كل اللي يبالك انت بس زبالة. هذا وحطينا لعبتين. انا ما راح افكر الستاف كستاف تقولوا لي كيف اقيس، ترى ما قاعد اقيس، قاعد اخمن يا لسه مسخة يعني. انت نحن ثيم تيكي شكله فنان. هذا نحطيه يلعب هني مع العالم، خلي العالم تجتمع هني. هم اللي ما سنوا 29. هذا لو كان وسط هايل وكان سيناري فول، بس صراحة يعني شكل الحديقة قام يستوي لذيذ الصراحة. بنسوي عندهم هاي السيناري ان شاء الله في الحلقة الجاية. نشوفكم في الحلقة القادمة ان شاء الله من السلسلة هذه.